يا درش. هلو يا درش. ايه يا عم مهيب يا هداف، احنا على الهوا دلوقتي يا هداف، ومبروك وسعيد جدا بادائك وروحك ورجولتك والاجواء اللي انتوا عايشتوها لنا وعايشتوا 80,000 متفرج في الاستاد والملايين اللي ورا الشاشات، فرحانين بيكوا قوي يا مصطفى النهارده. الله يبارك فيك. والله يا مهيب، اول حاجه بشكر الشعب المصري اللي ساندنا وفضل ورانا لحد اخر ثانيه. هم الحمد لله بشكر لهم، اجوا الحمد لله احنا ما كناش نهزلهم، واحنا كل على طول بنتكلم مع بعضينا ان احنا ما نروحش الناس دي زعلانه، والناس دي غاليه علينا قوي، والحمد لله حققنا حلمنا، خدنا فرحنا طوكيو وخدنا البطوله في عرضنا، بس الحمد لله على كل شيء. مصطفى، يعني انت هداف الفريق وراس حربه منتخبنا الوطني، النهارده كنا شايفينك بتنادي على احمد ياسر ريان بسرعه علشان ينزل المباراه، الاجواء دي والروح دي جت ازاي؟ يعني اتعملت ازاي؟ بص بس يا كابتن مهيب، احنا هنا اول ما جينا كنا احنا هنا على قلب، كلنا على قلب برج الواحد. ما ينفعش معانا، ما ينفعش معانا احنا لابسين بنغلق شروط الانديه بتاعتنا، بنحط على جنب وبنلبس شروط منتخب مصر وبنتكاش في الانتماءات، وكلنا احنا جايين عشان نحقق احنا زي ما قلت لك، والحمد لله احنا كلنا بنحب بعض وكلنا على روح واحده، والحمد لله الروح ديت اللي بتكسرنا، هي اللي بتخلينا تاخد البطوله الحمد لله. وكمان الروح دي كمان لما تشوف واحد زي طاهر، واحد زي مرعي، واحد زي ناصر، الناس دي مصابه وقاعده معانا من اول يوم في المعسكر لاخر يوم دلوقتي، وبتحتفل اكتر من الناس بتلعب اصلا، يبقى دي لازم نكسب، لازم بالذات الروح دي لازم نكسب.